اهلا بحضراتكم من جديد، مكملين معاكم في استوديو الابطال لنقل مباراه كره السله على الهواء مباشره ما بين النادي الاهلي ونادي طلائع الجيش من صاله الامير عبد الله الفيصل بمقر النادي الاهلي بالجزيره. مباراه بتاتي في الدور الثاني في دوري السوبر، وزي ما بفكر حضراتكم اللي بيشوفنا على شاشه قناه النادي الاهلي يقدر يتابعنا على صفحتنا على الفيسبوك وعلى يوتيوب شانل. في البدايه برحب بضيوفي الكابتن طاهر رجب نجم منتخب مصر والنادي الاهلي ومدير قطاع الناشئين السابق. اهلا بك يا كابتن. اهلا بيك، منورنا في قناه النادي الاهلي. الله يخليك، شكرا. واحنا بنشكركم كقناه النادي الاهلي ان هي بتتابع وبتغطي على جميع العاب الصالات بهذه يعني صراحه الكفاءه. ربنا يكرمنا ان شاء الله. نشكرك كمان شخصيا طبعا يا كابتن، نبقى عند حسن ظن حضراتكم. الله يخليك. برحب بالكابتن محمد سلعاوي طبعا نجم منتخب مصر ونادي الاهلي ونجم الدوره الاولمبيه لوس انجلوس 1984. اهلا بك يا كابتن. اهلا وسهلا كابتن هيثم. زي ما كابتن طاهر قال ان قناه الاهلي ومجهود القناه ومجهودكم بقت حاجه مشرفه، واجهه عظيمه بالنسبه لالعاب الصالات. كابتن سلعاوي احنا اللي بنشكرك، والبرنامج اسمه الابطال او استوديو الابطال، وحضراتكم الابطال الحقيقيين الحقيقه اللي احنا بنتشرف بتغطيتهم وبنكون معاهم اينما وجدوا. كابتن سلعاوي نيجي بقى لفريق السله وهو حديث الساعه في جمهور النادي الاهلي، واحنا مصرين يعني لدعم هذا الفريق لان احنا عندنا ثقه فيه كبيره وفي ادائه وفي لعبته وفي جهازه الفني، وان هو هيقوم من هذه الكبوه. يمكن المباراه اللي فاتت اول مباراه لينا كان فيها مكسب، ومكسب الحمد لله مرتاح. شايف الفرقه ماشيه ازاي يا كابتن سلام؟ بسم الله الرحمن الرحيم. انا بقول ان الفرقه بدات المصابين يرجعوا، بدا الفرقه بيبقى ليها شكل بدايه من ماتش الاتصالات، بدليل ان احنا في مباراه الاتصالات اللي كانت على ارضنا كسبنا فارق 5 نقاط. المباراه دي كان وصل الفرق النقاط الى 20 تقريبا نقطه، وهي كانت على ملعب الاتصالات في المركز الاولمبي. صاله مش كتير بيحب يلعب عليها، صاله ضيقه وصاله يعني مش يعني ما فيهاش مدرجات، ما تبرز فنيات قوي يعني. لكن ان الفرقه بدات في العوده وفي اصابين بدا في العوده، واعتقد ان احنا متفقين من الحلقه من المباراه الماضيه ان احنا مستمرين في دعم هذا الفرقه، ولانهم فعلا يستحقوا الدعم ودعم الجهاز الفني برضه بقيادة الكابتن اشرف. واعتقد ان المباراه الجايه بدايه من مباراه الجيش لانها مباراه برضه صعبه وان فيها عوامل نفسيه اكتر، لان احنا في الراوند الاولاني خسرنا بفارق باسكت تقريبا من هناك 3 بونت تقريبا في نادي الجيش، وكان فيها ظروف برضه صعبه وكده. لكن اعتقد ان النهارده المباراه هتبقى يعني بداية في العودة بشكل كويس إن شاء الله. كابتن طاهر أكيد حضرتك تابعت الفترة اللي فاتت أداء الفريق، خاصة إن في لعيبة كتار ولادك وأنت اللي ما طلعتهم وربيتهم هم صغيرين لغاية ما وصلوا الدرجة الأولى. كابتن طاهر يعتبر أبو الأشبال طبعا. أنا بقول لحضرتك كابتن طاهر يعني من الناس اللي ليهم دور كبير جدا، وأنا قلت إنه صعد مجموعة كبيرة جدا من اللاعبين للفريق الأول. هو دلوقتي برضه متواجد في رئاسه اللجنه، يعني معانا في لجنه اكتشاف المواهب طبعا. هو ما كانش هو يبقى موجود، امال مين يا كابتن ده؟ يعني عالم من اعلام النادي طبعا، ده يعني كشاف النادي الاهلي الكبير في كره السله. كابتن اكيد حضرتك تابعت الاداء، شايف حضرتك ايه مبررات الاداء ده؟ ليه النادي الاهلي حصل هزه جامده برغم ان احنا كنا ماشيين كويس؟ هو طبعا يعني النادي الاهلي ومجلس ادارته بقياده الكابتن محمود الخطيب لم يبخل على هذا الفريق بأي يعني دعم، ووقوف جنب الفريق وجنب الجهاز الفني. هي المشكلة إن حصلت كمية إصابات متتالية في وقت قصير جدا، وأنت زي ما بيقول يعني مثلا إحنا الدوري بتاع كرة السلة غير أي دوري تاني. الدورة في الفولي أو في الهاندبول مع احترامي ليهم بيبقى محدود في 3 فرق 2، نعم. انما دوري كره السله ده ماتش الاهلي والاتحاد اللي احنا كنا غطيناه في قناه النادي، اتفضل. دوري كره السله بيبقى بين 6 فرق ما تعرفش مين هيكسب. صحيح. ودي الـ 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 يعني الـ المشكله او السوء الحظ ان خلال بقى كذا ماتش قوي خدت بال حضرتك الاصابات كانت كتيره والماتشات متتابعه ما بتلحقش. ماتشات متتابعه دي نقطه. النقطه الثانيه ان ساعات بتواجه مشكله لما يبقى عندك نجوم كتير.
لما يبقى عندك نجوم كتير بتبقى في مشكله في يعني سواء عمل التشكيلات او التغييرات او بتاع الى حد ما. فهو طبعا احنا جالنا ناس جامدين زي عمر طارق وعمر الجندي وحمدي ومعتز حسني، مجموعه من اللاعبين، وطبعا ايهاب امين السنه اللي فاتت. يعني اوريدي. فدي بتاخد وقت برضك على اساس ان انت تبقى يبقى في هارموني مع الجهاز الفني مع اللاعبين، مش بس بين اللاعبين. ايوه بالظبط في هارمو بين الجهاز الفني واللاعبين. فدي يمكن المشكلتين اللي انا واخدهم يعني على الموضوع فنيا، ده اساسي. اما يعني انا شايف ان الكبوه دي يعني ممكن ما توقفش الفريق لهذه الدرجه يعني في الراوند الثاني. وبعدين زي ما احنا اتفقنا قبل كده بنقول ان انت هتقابل اقوى فرقه لازم في الراوند ده او في الراوند اللي بعد كده اهو في دور الثمانيه وفي دور الاربعه وفي النهائي. اذا الموضوع انت كده كده عايز تكسب دوري حتى بالزبط. لو هتقابل البطل في دور الثمانيه ما انت لازم تكسبه. بالظبط هو دي الحكمه يعني ما فيهاش مشكله حكايه الهزائم المتتاليه. بس لازم نفوق ولازم نستعيد ذاكره الانتصارات بسرعه. بالظبط. هيبه الفرقه وهيبه النادي ولازم يبقى في شكل واضح للفرقه وفي سيطره على المباريات من بدايتها. بس انا احيي كابتن طاهر بامانه يعني تحليله يعني بشكل كبير حط ايده على نقاط مهمه يعني حتى هو كابتن مش عارف حضرتك تتفق معاه. اتفق معاه جدا لان كابتن طاهر بقى له فتره كبيره جدا ايديه في هذا المكان. لكن برضو كنت عايز ازود ان احنا نمتلك هو قادره جيل من الناشئين على قدر كبير جدا 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 من الاجاده والمسؤوليه. يعني نقدر نستعيد بيهم. ايوه ده اللي انا عايز اقوله بالاضافه الى الفرقه يعني. بس ينقصهم الخبره بتاعتك. طبعا طبعا يعني بس في برضه النهارده الاتحاد بيلعب اتنين صغيرين والزمالك بيلعب يعني برضه ان شاء الله في وسط المباراه كل ماتش انا شايف فيه اتنين بيترموا وثلاثة بيترموا فخبرات بتيجي من كثره المباراه. طب اتفضل يا كابتن طاهر. لا عايز اسمع حضرتك. لا هو بقى انا كنت في ليا نقطه ان كان في عندنا جيل مش يعني جيل او جيلين او ممكن ثلاثه اللي هم حافظوا على بطولة المرتبط ثلاث سنين متتالية. نعم أنا فاكر. فطبعا دول 2001 2002 2003 نعم. دول الثلاث أجيال دول طلع منهم ناس كويسين قوي. صحيح يا كابتن. ولو احنا خدنا بالنا هنبص نلاقي في منهم ناس أعيروا في فرق درجة أولى في اليوبلس من الأجيال اللي هي 2002 و2003. نعم. راحوا نادي هليوبلس في الانتقال الشتوي. صحيح. لو بصيت لاي فرقه من فرق الانديه الاخرى في مصر كلها سواء الجيش سواء مصر التامين سواء حضرتك الاتصالات ده يعني معظمهم من الاهلي وساعات كمان انديه اسكندريه يعني سبورتنج ساعات بيستعين من بياخد من النادي الاهلي ناس بتبقى يعني ايه لم يتم اختيارهم او اعارتهم من النادي الاهلي كلهم من ناشئين النادي. صحيح يا كابتن. وحضرتك كان ليك دور كبير جدا في الاعداد ده. بس انا برضو عايز اجي لك كابتن سلعاوي. يمكن ناس يعني او يعني في اصوات انا مش عايز اقول حاجه يعني لما احنا بندعم الفريق واقفين جنبه وبندعم كل ما هو يمثل النادي الاهلي كل من هو يمثل النادي الاهلي هندعمه ونقف جنبه وهنبقى كل الدعم ليه. ولكن هل الدعم ده في ناس بتراه انه او مش ناس انا مش عايز يعني انا مش عايز يخني التعبير ولكن يعني في سلبيات وفي طيب ما احنا عارفين ان في سلبيات ولكن احنا دورنا ان احنا ندعم. اداره النادي المحترمه هي اللي هتعرف السلبيات وهي اللي هتعالجها ولكن احنا جمهور النادي الاهلي ومحبينه لازم ندعم. كلام حضرتك ده رايك فيه يا كابتن خاصه ان يقول لك لا ده اصل هم اولاد النادي الاهلي ولازم يقولوا كده. لا احنا ما بنقولش كده احنا بندعم النادي الاهلي وهنفضل ندعمه وندعم الفرقه دي لغايه ما تستعيد زكاه الانتصارات. انا عايز اقول لكابتن هيثم ان احنا مسؤوليتنا في كلاعيبه قدام او كنجوم قدامى يعني ان احنا ندعم النادي اللي احنا لعبنا فيه وده ده اختصاصنا. لكن صحيح. لكن السلبيات دي رؤيه مجلس اداره ورؤيه مدير نشاط رياضي ودي رؤيه متخصصه
لان هم اصحاب القرار، نحن لسنا اصحاب قرار، احنا بنقول وجهه نظر. وفي رغم ذلك احنا في بعض المواقف نقضنا حاجات وقلنا على سلبيات، بس لا تتدخل مع اختصاصات النشاط الرياضي او اختصاصات مجلس الاداره. صحيح. السنه دي الفرقه اتدعمت كويس جدا، وده الكلام ده قلناه، وجابوا لعيبه على اعلى مستوى من اكتر من نادي. صح. لكن اللي حصل زي ما الكابتن طاهر قال، كثره الاصابات، ودي حاجه خارجه عن الاراده، يعني الاصابات اصابات ومباريات متلاحقه واصابات مطوله. فاحنا بنتكلم على السلبيات اللي في حدود اختصاصنا، لكن ما اكثر من هذا، وده اختصاصنا نشاط رياضي واختصاص اداره، مجلس اداره محترم مواجد بيدير منظومه الصالات. وخليني اقول لك كابتن برضو انه يعني الصوره اللي احنا جايبينها، معلش اثبتوا لي على الصوره دي، ايهاب امين، يعني بس عشان اكد كلام كابتن طاهر راجب، ايهاب امين لعب المباراه ولعب ماسك على وشه. نزل الماتش لسه راجع من اصابه بيجيب نفسه. شرخ في صباعه الصغير. وما كانش، واتربط ولعب وراح بالليل للدكتور قال له ده المفروض ده في شرخ، مش هتقدر لازم تثبت واللي بقى له ماتش ما يلعبش. طب قول لي يا كابتن، في انهي منطق ممكن مدير فني او فرقه يعني تلعب بالاصابات دي؟ طب احنا ندعم ولا نقعد؟ الناس مش مصدقه واصابات وبكى بعد الماتش، ولا اقعد اهاجم ولا ان انا ادعم الفرقه واقف جنبيها محب حبا في النادي الاهلي؟ لا طبعا، هو الدعم مهم جدا، لان الدوري طويل، وبالذات دوري كره السله فيه ماتشات عدد ضخم جدا من وفي فرصه كبيره جدا للتعويض. فانا شايف برضك ان اداره النشاط الرياضي كابتن رؤوف عبد القادر والمجلس اداره قادرين ان هم يصححوا المسار طبعا. لا وفعلا ما زالوا حتى الان، لانه طبعا هم ناس خبره في الرياضه طبعاً. وفي اداره الرياضه واداره الانديه يعني لحد وقتنا هذا وهم واقفين جنب الفرقه وبيقربين منها عشان يشوفوا المشاكل ويحلوها على قدر استطاعتهم. وخليني برضو اقول لك كابتن انه يعني الفرقه يعني بصرف النظر عن الاصابات، احنا يعني ما ينفعش يبقى مثلا كابتن احمد مرعي كان معانا، حضرتك كنت شفت الحوار بتاعه. هل احنا كابتن احمد مرعي مثلا لما عمل لقاء في قناه النادي الاهلي احنا عارفين هيقول ايه؟ لا طبعا خالص، احنا فوجئنا واحنا على الهواء بيقولوا ان كابتن احمد مرعي معانا على الهواء، طبعا له كل التقدير واحترام، مدير فني كبير، قال ان الدوري لسه ما بداش. طب اذا كان هي دي رؤيه حتى وقال كام قبل الماتش يعني هل احنا مثلا يعني وطبعا منه هل هنقدر نقول لكابتن احمد مرعي يقول ايه او ما يقولش؟ لا طبعا ده راجل يعني هو حر جدا. طب لا ده احنا يتم انتقادنا بشكل او باخر، يقول لك برضو لا اصلا كابتن هيثم عايزين برضو نقول ان طبعا الجمهور النادي الاهلي بعد التدعيمات اللي عملها مجلس اداره والنشاط الرياضي بكابتن غبروف، وان انت جبت فرقه بقت على مستوى عالي جدا، فكانت التوقعات ان الفرقه دي مش هتنافس في الدوري، لا بقى هتلعب على افريقيا او عربيه. الظروف اللي جت عكس توقعاتنا وعكس طموحاتنا. بس انا اسال حضرتك سؤال، وحضرتك استاذي وحضرتك كابتن طاهر رجب استاذي، هل كره السله ابني فريق النهارده اكسب بكره؟ لا ما ينفعش طبعا. كره السله انا بتكلم على كره السله، ابني فريق النهارده بالمهارات اللي انا شايفها دي كلها، ابني النهارده اكسب بكره؟ مستحيل. حضرتك رايك ايه يا كابتن؟ انا رايي ان طبعا الفرقه محتاجه وقت، او اي مدرب محتاج وقت عشان عمليه التجانس بين اللعيبه، لان انت السنه اللي فاتت دخل عليك 5-6 والسنه دي 2-3 ومعاك ناشئين، يعني في مجموعات متفاوته في المستويات. فاحنا زي ما قلنا احنا مهمتنا ندعم الفريق، لان لازم ندعمه، ما ينفعش نسيبه يقع في وسط السكه. لكن طيب. لكن ما 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 بقى ما ما حاجات امور عايزه معالجه، دي اختصاصات مجلس اداره محترم باختصاصات مدير نشاط محترم. صح. هو اللي بيقود السفينه. صح. هم اللي بيقودوا السفينه دي. صحيح. لكن احنا ما نقدرش. هل هل هل, هل مثلا يا كابتن طاهر يعني احنا بنقول كلام غلط؟ انا بنيت فريق سله النهارده كسبت بكره انا محظوظ، بس فريق السله بالذات محتاج وقت. لو انا كلامي غلط يا كابتن مفيش اي غلط، حضرتك تقول لي لا 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 لا. وهو كمان كميه اللعيبه اللي جت من بره النادي كتير، عشان زي ما حضرتك قلت وكاب سلعاوي قال، ان مفروض ان يحصل فيه هارموني بينهم، او يعني زي ما تقول تجانس. يعني احنا كان حاطين ايدينا على حكايه كثره النجوم. تمام. على كثره النجوم دي بتحط ساعات الجهاز الفني في مأزق. صح. ان انا اعرف مين اللي ينزل في الوقت ده. صحيح. ومين اللي يطلع في الوقت ده. وده ياخد مساحه قد ايه؟ وده الحاجات دي طبعا دي مع كلها مع الماتشات محتاجه وقت وماتشات. حتى لو حصل زي ما اتفقنا ان في الدور دوت
ممكن يتعالج في الادوار اللي بعد كده اهو. وانا متاكد ان الفريق هيبقى ينصهر في حكايه انه يبقى عنده روح النادي الاهلي في الفتره الجايه. ولو في ضربات كده فطبعا نتيجه هجوم من ناس يعني زي ما هم اكيد محبين النادي الاهلي وكل حاجه ولكن مشجعين ومحبين وكل حاجه بس ايه واحده واحده ايوه بالظبط يعني عشان في ناس كتير بتتاثر بهذا الكلام صحيح. واللعيبه نفسها بتتاثر لانها بتقرا الكلام ده وبتاثر عليها. احنا دلوقتي في نص السكه او خلاص احنا في يعني في الايه في لمس الاخير في ارض المعركه وبعدين خلاص داخلين على الادوار اللي الناس منتظرينها منها البطوله اللي الناس منتظرها فاحنا لازم ندعم في الوقت ده. ما نقدرش دلوقتي احنا ما يعني نتكلم في سلبيات احنا بنقدر نقولها لكن في سلبيات من اختصاص المختصين ولا نقدر نقولها كمان صحيح ولا يعني دي اثار الفرقه. وخليني بس يا كابتن اقول يعني وصلني دلوقتي القايمه اللي هتلعب النهارده عشان اسمع تقرير حضراتكم عليها. هيبقى معانا عمرو الجندي، سيف سمير، أليكس يانج، مؤمن طارق خيري، مودي الجرحي، محمود وليد، أحمد مهيب، عبد الفضيل، أبو النصر، عبد الله ناصر، عمر طارق، حاتم البحيري. هيغيب النهاردة بره التشكيل معتز حسني، بره التشكيل وسليم ولكن بره التشكيل. في خمس إصابات عندنا، خمس إصابات تانية يا كابتن. إيهاب أمين، إيهاب أمين طبعا شرخ في الصباع، أحمد حمدي مزق في السمانة، مودي محمد محمد مصطفى مودي، الجمال مزق في الظهر، سلعوي الجمال عنده التهاب في بطن الرجل وسلعاوي مازال علاج ركبته خمس إصابات منهم اثنين كانوا في ماتش الاتحاد، إيهاب أمين والجمال وبعد وأحمد حمدي مودي لسه يعني مودي برضه. واحمد حمدي مزق في الـ في الـ في الـ لا احمد حمدي في السمانه احمد حمدي انا قابلته عنده مزق في السمانه عنده مودي مزق في الخلفيه كان مزق كبير كمان حوالي يمكن 5 سم ولا حاجه دلوقتي في عنده مليمترات يعني كميه الاصابات دي انت لو قلت خمسه مصابين دول لو لعبوا في الدوري هيكونوا فرقه جامده. الله ينور عليك يا كابتن صح يعني صحيح يعني الى حد ما يعني هتلاقي في مركز واحد ومركز اثنين ومركز لغايه مركز خمسه ممكن تبقى صحيح. فرقه تبقى فرقه لو انضميت عليهم اثنين لعيبه يعني وفرقه تنافس على الدوري بالظبط تخيل حضرتك انت يعني لازم نلمس هذا. بس احنا النهارده شايفين محمود وليد تحت 18 بيشارك، مؤمن طارق خيري من تحت 18 بيشارك، عبد الله ناصر من تحت 18 سنه بيشارك ثلاثه. انا بقول لك انا في بدايه الكلام قلنا ان في هو كابتن طاهر يمكن ادرى ان في قطاع الناشئين عندنا ذخيره غير طبيعيه، عندنا لعيبه على مستوى عالي جدا 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 من المهاره وفن السله والاخلاق وكل حاجه اللي هو الجيل اللي كسب ثلاث بطولات مرتبط متتاليه. كان مدربهم كابتن احمد الجرحي صراحه كان عامل شغل كويس قوي قوي يعني. فلازم يتحافظ على الناس دي لازم. خلي بالك برضو يعني كابتن سيد صابر الحقيقه برضو بيقوم بدور كبير جدا في الحقيقه. ده ماتش الاهلي والزمالك كمان خلاص برضه سيد صابر بيكمل المهمه من ساعه ما استلم بطولات بتيجي ناشئين والراجل متواجد والراجل متواجد بصفه مستمره واعتقد ان كل اولاد النادي بيكملوا صحيح. طب خليني اسالك يا كابتن طاهر يعني متى سؤال بيساله جمهور النادي الاهلي متى ياتي التجانس؟ يعني امتى هتحس ان الفرقه دخلت في التجانس بحيث ان انا اقعد ابقى عارف ان الفرقه فنياتها ثابته؟ امتى من وجهه نظر حضرتك الفنيه؟ بعد قد ايه؟ بعد محتاجين كام ماتش؟ يعني عشان نقول للناس ان هو امتى يبقى الفرقه فيها تجانس؟ هو احنا دلوقتي اعتقد تاني ماتش في الراوند التاني صح فبالتالي انا اعتقد الراوند ده هيبقى كافي لانك انت تقدر تعمل التجانس بين هذه الفرقه لان هو ساعات يقولوا يعني خبرات يعني مثلا مش عاوز اقول الفشل يعني ان انت بتخسر خبرات الخساره بتبين المشاكل فانت بيبقى عندك فرصه ان انت تعالجها وتحط ايدك عليها صحيح خدت بال حضرتك دلوقتي انت هتبتدي الراوند اللي قبل كده وحتى لو كان في ماتش كاس او اي حاجه من دي
خلاص ابتدينا دلوقتي خلاص نحط ايدنا على المشاكل والدروب موجود فين. فانا اعتقد الراوند الثاني ده هيدينا فرصه جامده جدا. انك انت قبل ما تخش في الدور اللي بعديه اللي هو في نوك اوت وبيست اوف فايف والحاجات دي كلها، هيبقى مهم جدا ان احنا نكون عالجنا المواضيع دي في الراوند الثاني من طب يا كابتن خلينا يعني نتكلم عن نادي الجيش برضو، احنا لها لقاء الجيش النهارده. طيب خلينا يعني قبل ما نخش ونتكلم عن نادي طلائع الجيش، خلينا نروح لشريف شعبان ومراسلنا في الملعب وسلا حامد من ارض الملعب عشان يوصفوا لنا الاجواء، هل الفرقتين بداوا الملعب ولا لا؟ اتفضل شريف. تحياتي ليك يا كابتن هيثم ولضيوفك الكبار طبعا الكابتن سلعوه والكابتن طاهر رجب ولكل مشاهدي قناه النادي الاهلي، وارحب طبعا بزميلتي سلا. ازيك يا سلا؟ وباذن الله يكون وش حلو النهارده ونفوز اليوم على فريق طلائع الجيش. الحمد لله. ازيك يا شريف؟ وطبعا برحب بيك وبرحب بكل ضيوفك الكرام يا كابتن هيثم وبيك طبعا وبكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. يمكن كابتن هيثم النهارده النادي الاهلي استعد لمواجهه طلائع الجيش الاول بالاجراءات الاحترازيه، يمكن تطبيق الاجراءات الاحترازيه بكل قوه من اول بوابه مقر النادي الاهلي بالجزيره، تجهيز الصاله صاله الامير عبد الله الفيصل طبعا على اعلى مستوى. كان في تمرين الهاند بول لفريق البنات يمكن من حوالي نصف ساعه او ساعه الا ربع، وعلى طول تم تجهيز الصاله لهذه المباراه. يا رب باذن الله النهارده يكون التوفيق مع النادي الاهلي ونفوز على فريق طلائع الجيش. علشان نعرف كل كواليس النادي الاهلي، كل غيابات النادي الاهلي، اروح لك يا سلا قولي لي بقى النادي الاهلي النهارده غياباته مين؟ قائمته مين؟ بشكرك جدا يا شريف طبعا معاك يا كابتن هيثم ومع ضيوفك الكرام وكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي. يعني هكون معاك من داخل صاله الامير عبد الله الفيصل بمقر النادي عشان ننقل لكم كل كواليس فريق النادي الاهلي لمباراه طلائع الجيش في طبعا الجوله الثانيه في الدور الثاني من بطوله دوري السوبر للرجال. يعني خليني اقول لك يا كابتن هيثم ان كابتن اشرف توفيق المدير الفني للفريق يمكن في كل يعني الايام الماضيه كل التدريبات الجماعيه يمكن كان بيركز في كل تدريب على تصحيح الاخطاء، اخطاء طبعا اللعيبه اللي بيتسببوا فيها او اللي بتحصل يعني في كل المباريات، كمان التركيز الشديد في المناطق الدفاع والهجوم طبعا معاه يعني في التدريبات الجماعيه الكابتن سيد مصطفى مدرب العام للفريق والكابتن احمد الجرحي المدرب للفريق. كمان خليني اقول لك يا كابتن هيثم انه مباراه اليوم هتشهد يعني غياب عدد من العناصر المهمه والاساسيه اللي دايما بتكون موجوده في التشكيله الاساسيه لفريق النادي الاهلي في جميع المباريات. يعني النهارده زي كابتن ايهاب امين واحد من نجوم النادي الاهلي هيغيب عن مباراه اليوم بسبب يعني الكسر البسيط اللي موجود في الاصبع الصغير ليده اليسرى طبعا الاصابه اللي تعرض لها في مباراه الاتحاد السكندري اللي طبعا كلنا شفناها، فيعني هيغيب عن مباراه اليوم وهيرجع ان شاء الله للتدريبات الجماعيه مع الفريق في مباراه الجزيره يوم الجمعه المقبل. كمان من الغيابات الموجوده النهارده كابتن احمد حمدي واللي بيعاني من مزق في السمانه لمده هيغيب النهارده وهيرجع يعني بعد 10 ايام التدريبات الجماعيه. كمان محمد مصطفى واللي يعني بيعاني من مزق في عضلات البطن هيغيب عن التدريبات الجماعيه لمده 10 ايام كمان، ويعني هيعود يعني بعد ال 10 ايام دول فبرضه هيغيب عن مباراه الجزيره يوم الجمعه المقبل. كمان ابراهيم الجمال واللي يعني بيعاني من التهابات في بطن القدم بعد اسبوع ان شاء الله هيغيب يعني هيرجع عفوا للتدريبات الجماعيه. واحمد سيد سليمان سلعوه يعني طبعا معروف عند جماهير النادي الاهلي باسم سلعوه هيغيب عن مباراه اليوم بسبب اصابته بفيروس كورونا، ومعتز حسني واللي هيغيب عن مباراه اليوم بسبب اسباب فنيه. خليني كمان اقول لك يا كابتن هيثم قائمه مباراه اليوم، يمكن كابتن اشرف توفيق اختار 12 لعيبه لمباراه اليوم: عمرو الجندي، المحترف الامريكي اليكس يونغ، مودي الجرحي، سيف سمير، احمد مهيب، عبد الفضيل، ابو النصر، عمر طارق، وحاتم البحيري. كمان هيكون موجود في القائمه ثلاثه لعيبه تحت 18 سنه منهم محمود وليد، عبد الله نصر، ومؤمن طارق خيري. كمان خليني اقول لك يا كابتن هيثم ولضيوفك الكرام ولكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي انه في ثلاث لاعبين هيلعبوا النهارده في المباراه هيعانوا من اصابه بسيطه زي شد في الاماميه او شد في الخلفيه، وهم مودي الجرحي، عمر طارق، وحاتم البحيري. يمكن عمر طارق بيعاني من سبرين انكل بس هيكون متواجد وهيلعب مباراه اليوم مفيش اي مشاكل. وكمان
يعني دي كانت كل يعني الكواليس وجاهزيه فريق النادي الاهلي لمباراه اليوم. يعني ان شاء الله يا كابتن هيثم النهارده يعني الفريق الاول يفرحنا ويحقق الفوز على نادي طلائع الجيش ويعني يحصل على النقاط اليوم تعويضا للنقاط طبعا افتقدها في المباريات الماضيه في الدور الاول، ويفرح جميع جماهير النادي الاهلي زي ما الفريق الاول لكره الطايره فرحونا النهارده وفازوا على نادي الزمالك بثلاث اشواط مقابل لا شيء. مستمرين معك يا كابتن هيثم واروح لزميلي شريف شعبان. شريف انا عايز اعرف منك طبعا معلومات عن فريق طلائع الجيش وجاهزيته لمباراه اليوم وطبعا لو في غيابات. طبعا الاول نبارك للنادي الاهلي طبعا فوزه على فريق الزمالك 3-0 في كره الطائره. يمكن غيابات طلائع الجيش مش كتير زميلتي سالا زي غيابات النادي الاهلي، غيابات طلائع الجيش بس 2 لعيبه محمد عدلي وزياد عثمان. طبعا قياده فنيه الكابتن طارق خيري النجم من نجوم النادي الاهلي اللي يعني المدهش لفريق طلائع الجيش ان ما عندهمش محترف. يمكن النادي الاهلي عنده محترف، اغلبيه الفرق كلها عندها محترفين، طلائع الجيش ما عندوش محترف وبيقدر يفوز في الثواني الاخيره في مباراته. باذن الله النهارده ما يكونش الكلام ده موجود ونفوز النهارده على فريق طلائع الجيش طبعا علشان خاطر نحسن النتائج في اللي مش عاجبه جماهير الاهلي الفتره الاخيره، واللي جاي كله باذن الله يكون انتصارات. شكرا سلا كابتن هيثم، دي كانت لقاءنا طبعا او كواليسنا من داخل الملعب من داخل صاله الامير عبد الله فيصل عن فريق النادي الاهلي وفريق طلائع الجيش. وباذن الله باذن الله باذن الله يكون يوم سعيد النهارده للنادي الاهلي ونفوز على فريق طلائع الجيش. عوده ليك من جديد، على امل العوده من جديد باذن الله بعد انتهاء المباراه بفوز النادي الاهلي. زملائي العزيز شريف شعبان وسالا حامد بشكركم شكرا جزيلا على التغطيه الرائعه الحقيقه اللي استمتعنا بيها، غطيتوا كل النقط اللي احنا عايزين نتكلم فيها سواء نادي الاهلي او نادي طلائع الجيش. خلينا استعرض مع حضراتكم سريعا كده قائمه فريق طلائع الجيش: احمد عادل، مروان عاصم، محمد منصور، محمد فؤاد، هادي اسامه، معتز مشعل، محمد القوسي، فتحي زكي، زياد دهشان، ابراهيم هشام، اسامه هلال. خلينا اقول لكم ان طبعا زي ما سمعنا من سلا ان غياب محمد عدلي وزياد عثمان للاصابه في نادي طلائع الجيش، بيقود نادي طلائع الجيش الكابتن طارق خيري نجم النادي الاهلي السابق ومديره الفني السابق. الحكام هيكون معانا كابتن سامح زكي حكم اول، ايهاب عبدين وكابتن خالد الجمل. يمكن كابتن طاهر اجل حضرتك ان النهارده بنشوف طلائع الجيش اربعه او خمس لاعبين من ابناء النادي الاهلي واساسيين في الجيش، يعني زي محمد القوصي، زي هادي، زياد اسامه، زياد دهشان، عدلي ثلاثه، ومحمد العدلي اربعه، بس هو مش موجود في التشكيل يعني برضه هو اساسي وفي فتحي زكي يعتبر الخمسه دول زي ما بقول لحضرتك يعني الخمسه المصابين يكونوا فرقه تكسب الدوري، الخمسه اللي موجودين في طلائع الجيش فرقه هتلاقي في كل المراكز فيها وكلهم ولاد النادي الاهلي من الناشئين يعني من 16 سنه زي ما في برضه يعني في الانديه الاخرى في الانديه الاخرى مصر التامين كذلك، وكان محمد مصطفى احد نجوم مصر التامين. لو بصينا برضك للاتصالات اتصالات في كذا واحد انا ما اذكرش بس في اكتر من لاعب من النادي الاهلي، وكان قبل كده محمد عدلي ده في بسيوني في الاتصالات، في لعيبه كتير من ولاد النادي الاهلي. طب يا كابتن شايف المباراه النهارده ازاي ونادي طلائع الجيش مش معاه لاعب محترف؟ شايف المباراه هتبقى قويه خاصه ان احنا تلقينا الهزيمه الاولى، خلي بالك هزيمه طلائع الجيش في الدور الاول هي كانت بالنسبه لنا الصدمه الاولى. هي المباراه طبعا مباراه الجيش هتبقى مباراه صعبه في بدايتها. المباراه الاولى احنا خسرناها بفرق 3 نقاط في اخر ثواني المباراه او بعد وقت اضافي تقريبا. عايز اقول ان ماسكهم طارق خيري مدرب برضه ابن النادي ومدرب قدير وكان جاب بطولات للنادي وبعدين هم ما ليس لديهم لاعب اجنبي وبعدين هم اصلا حققوا الهدف المطلوب منهم كفريق ان دخلوا مع الثمانيه الكبار بدون اجنبي، فده يعتبر انجاز يحسب لفريق طلائع الجيش طبعا ودي لقطات من الاحماء كابتن، دي لقطات من الاحماء طارق زي ما كابتن طاهر قال ان احنا عندنا خمسه من اولاد النادي في نفس فرقه الجيش، ودي حاجه مفخره لينا ان احنا برضو الاولاد اللي يعني بيطلعوا اعراض اللي ما بيبقاش ليه مقدره انه يلعب في فريق بيطلع بيلعب في الانديه، وكانوا في المباراه الاولانيه
ممتازين الاولاد كلهم. نعم. اوصي على كل الاولاد كانوا كويسين. طب خلينا لكن مباراه صعبه هتبقى بدايتها. صحيح. طب كابتن ما ينفعش حضرتك تبقى معايا وما تطمنش على احمد السلاوي. نعم. احمد طبعا كانت سلا بتقول لنا من ارض الملعب انه كان في اشتباه كورونا. اه ايه القصه؟ هو جاله يعني هو تعب كده فجاله اشتباه في كورونا فاحنا عزلناه وخد البروتوكول والحمد لله النهارده عمل مسحه طلعت الحمد لله سلبيه. طب الحمد لله. وان شاء الله من بكره باذن الله ويوم كده يبدا يعني التمارين. طب هو كان انضم قبل الكورونا او دور البرد ده؟ كان انضم الفريق وبدا يلعب. انضم وبدا يلعب في التمارين لفتره كبيره جدا وبعدين الدكتور احمد عبد العزيز اللي هو عمل العمليه ليه قال له لازم تاخد حقنه من جزئين، حقنة بلازما وحقنة عبارة عن جيل مادة جيلاتينية. نعم. تعمل لوبريكيشن للركبة او يعني عشان تبقى الركبة تستحمل نوع الارضيات. فاخدهم قبلها بفترة وان شاء الله في خلال 10 ايام هيبقى موجود مع الفرقة باذن الله. عودة احمد سلامة تبقى عودة قوية يا كابتن، خاصة انه لاعب ما فيهوش بديل، يعني هو بيلعب 4 و3 وخفيف ويقدر يمسك اللعيبه الطوال في الفرقه الثانيه في المركز ده. وهو متشوق جدا لانه بقى له فتره طبعا نتيجه لان الفرحه الاولانيه كانت القرحه كبيره واتثابت وعمل العمليه الاولانيه وبعدين حصل تاني خياطه في نفس المكان بعديها بثلاث اربع خمس اشهر. فان شاء الله الامور هتتحسن وان شاء الله. كويس حضرتك طمنتنا عليه والف مليون سلامه على احمد وان شاء الله يعود سريعا. وبعدين هو لعيب سكورر بالوراثه يعني. طبعا معانا هداف لوس انجلوس 1984 واخد على الامريكان. يعني كابتن السلعاوي خد الهداف على الامريكان فالحمد لله يعني وسبليت كمان قبليها كان بحر ابيض. صحيح. وخدنا فيها برونزيه فعلا. والمره نعمل في البحر النتيجه كويسه برضك. كابتن السلعاوي كان مش كان مين مدير فني كابتن؟ كان الدكتور محمد ابو هاب. دكتور محمد ابو هاب ومدحت ورده بقى الجيل ده وشومان وكابتن زكريا وزكريا ما شاء الله. لا ده انا عايز من صور من حضرتك بقى لو عندك صور يا كابتن ابعتها لي نعرضها وتبقى سبق لينا يعني. لا عندك صور في البحر. عندي البومات. لا لا اجيبها لك خدها من حضرتك. انا عارف حضرتك منظم وبتحتفظ بكل صغيره وكبيره. طب كابتن توقعاتك للمباراه؟ زي ما انا يعني كابتن سلعاوي مشكورا اجابني، هتشوفها ازاي؟ هتمشي ازاي المباراه؟ انا يعني انا بمشي بالاسباب والمعطيات. صحيح. المعطيات بتقول ان النهارده هنكسب ان شاء الله وبسكور كبير. نمره 1 الماتش على ملعبك. نمره 2 هو طبعا حكايه مع عدم وجود محترف معاهم. بس ما الدور الاول ما كانش فيه محترف يا كابتن. كان خسر. يعني دي مش مقياس، هي ادائك هو اللي لا كنت. ما كابتن سلعاوي قال ان الملعب كان ليه دور. انا بعتقد طبعا ان الملعب ده بيبقى هو صحيح بدون جمهور انما برضك ارض الملعب بس ملعب ماشيتي بكري زي كنت لعيب جامد يعني طبعا تقدر لما تيجي بتلعب في ملعبك موضوع غير بس خليني اقول لك اعتقد ان اللعيبه عندها جزئيه من رد الاعتبار يعني اللعيبه عايزه ترد الاعتبار جهاز فني عايز يرد برضه لان برضه هي خساره في الاول والاخر هي صحيح خساره صحيح فاللي يمحو الخساره الانتصار بشكل منظم بشكل جميل بفارق سكور كل حاجه. طيب كابتن حضرتك شايف يا كباتن خلاص ده لحظات وتنطلق المباراه خلينا نروح لارض الملعب للكابتن احمد مناع معلقنا لنقل احداث مباراه كره السله ما بين النادي الاهلي ونادي طلائع الجيش في الدور الثاني لدوري السوبر لكره السله فالى هناك.